شهيد ومتابعي الجمهورية أونلاين، أهلا بيكم في لايف جديد. النهاردة معانا في اللايف سفير أغاني الصعيد، المطرب الجميل عمرو أبو زيد. عمرو أبو زيد جاي من الصعيد عشان خاطر يمتعنا بأغانيه بالفلكلور الشعبي بتاعه. مساء الفل يا فنان. مساء الخير حبيبي أستاذ محمد، منور الدنيا. إيه؟ ربنا يخليك، انت اللي منور الدنيا حبيبي كلها. حبيبي انا سعيد والله ان انت معايا النهارده حبيبي، وانا والله اسعد. انت اخبارك يا فنان؟ الحمد لله تمام حبيبي. بص يا فنان، احنا نتفق اتفاق حبيبي قبل ما نتكلم ونعرف مين هو عمرو ابو زيد. طبعا انت غني عن التعريف حبيبي، نجم المسلسلات والفضائيات حبيبي، ربنا يخليك، مولع الدنيا كلها ربنا يخليك. بس انا عاوزك الاول تخش على جمهورك باغنيه حلوه من اغانيك. حبيبي طبعا احلى جمهور اخواتي وحبايبي وجمهورنا الحبيب والجمهوريه اونلاين اخواتنا وحبايبنا، وانا سعيد والله انا معاك استاذ محمد. والله انا اسعد يا باشا والله العظيم، وصفحه جميله جدا ومنور الدنيا انت معايا. هنتكلم وهنعرف حبيبي القصه والحكايه، وهنقول حاجات كتير ومفاجآت كتير قوي النهارده. حبيبي بس قبل ده كله لازم تسمعنا حاجه بصوتك الاول، ومش هقول لك تسمعنا ايه، هسيبك انت اللي تسمعنا على ذوقك. يعني نقول حاجه كده بصوتي وبعد كده نقول حاجه مع القرد اللي انت شايفه صح يا عمرو. حبيب 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 حبيب، انا مسكول حبيب. يا اللي كتاب الرجوله اسمك عليه عنوان، يا راجل من الطفوله يا مجدع الجدعان، انت اللي منك خلصانين، اصلي الاساس عندك متين، انا دورت بين الناس بحالها ما لقيتش زيك موجودين، على الارض راسك فوق يا ابو الاداب والذوق، يا منبع الاخلاق يا صاحب بالكلمة، قلبك تملي نضيف وملكش في التسقيف، عمرك ما خنت العيش والملح والنعمة، يا معلمة يا مريسة انت المدير في المدرسة، عم الاصول والاحترام ملكش في السكة الحرام، ظابط كلامك على الميزان والفعل ما يقلش جرام، يا معلمة يا مريسة. الله حبيب الله. حبيب اصلا حبيب حبيب واكم بتوجه لحد معين. لا حبيبي دي كتاب الرجوله دي عاملينها لكل راجل جدع وكل اخواتنا وحبايبنا الرجاله الكويسين. عمرو ابو زيد حبيبي، منين في الصعيد عمرو ابو زيد؟ من صاج، اجدع ناس حبيبي. حبيبي ربنا يخليك. بقالك كام سنه بتغني يا عمرو؟ انا بادئ من 2010. من 2010 يعني 12 سنه. أوه. بتغني شقة وتعب وكفاح. احكي لنا القصه كده من البدايه، جت ازاي الموضوع، جالك منين يعني، ليه حبيت تغني وبالفلكلور الصعيدي الجميل دوت الشعب الأصيل؟ حبيبي طبعا احنا طبعا صعيدة ومن اهل الصعيد والكرم والرجولة والجدعانة، طبعا اخواتي وحبايبي الصعيد كله، بوجه اخواتي وحبايبي والصعيد كلهم اخواتي وحبايبي. وانا بحب الفن من زمان، ولما جيت اخش في الفن وابتدي طبعا الحاجة اللي انا اخش اغني فيها اللي انا من اصلها الصعيد، فحابب الفولكلور وده اخواتنا واهلنا وناسنا. وبدات من 2010 كونت فرقه موسيقيه، وابتدينا ننزل نشتغل افراح وحفلات، وربنا كرمنا والحمد لله يعني مشيت، والحمد لله معنا الحمد لله. تعبت على ما طبعا 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 10 سنين و سفر وبره مصر يعني الصعيد سافرنا، رحنا الصعيد ورحنا اسكندريه ورحنا المنصوره ورحنا بورسعيد ولفينا الدنيا كلها، وسافرت بره مصر. رحت تونس عملت حفلتين، ورحت قبرص، وان شاء الله في دبي قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اول ما جيت مصر جيت على مين يا عمرو؟ طبعا هنا انا اصلا يعني كنا في الصعيد، واول ما جيت طبعا ليا اهلي هنا في القاهره هنا، وقاعدين هنا في القاهره، فطبعا اخواتي وحبايبي واهلي هنا في القاهره. حد ساعدك في مشوارك الفني يا عمرو؟ لا انا بدات لوحدي. بدات لوحدي من اول ما بدات، وطبعا انا واخواتي وفرقه الموسيقيه اللي كانوا معايا يعني. هم اللي كانوا معايا. طبعا طبعا هم طبعا اللي كانوا معايا وموجودين معايا لغايه دلوقتي، من ساعه ما بدات بقى لنا 10 سنين مع بعض. هم اللي بيقولوا لي يا عمرو يعني نمره بتبقى عاليه عشان خاطر الفلكلور اللي بيقدمه قليل قوي في مصر، ما فيش غير كام واحد يتعدوا على الصوابع، فدايما بتبقى نمره عاليه عشان كده ما بيبقاش متواجد بشكل اكبر في الافراح والحفلات. لا احنا متواجدين، نخش على الصفحه عندي على صفحتي هتلاقي فيها انا برفع بس مباشر شغلي. موجودين، بنشتغل افراح كتير وبنعمل حفلات، وبشتغل في كوره
سياحية، شغال في قرية الريف العربي، وبنشتغل في أماكن طبعا اللي هي فيها الحفلات والأفراح ودارات الجيش والفنادق. الحمد لله متواجدين، الحمد لله متواجدين الحمد لله. الحمد لله. الحمد انا لله عارف ان انت متواجد والله، انا بقول لك حبيبي الكلام ربنا اللي يخليك. بيتقال بس، لا 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 الحمد لله شغالين الحمد وعارف ان لله انت متواجد في مسلسلات كتير، هنتكلم في موضوع حبيبي المسلسلات ده، بس حبيبي. نسمع حاجة. طيب الاول نسمع ايه حاجة، تحب رأيك؟ تسمع حاجة معينة؟ انت عاوز تسمعني ايه؟ يعني احنا بنقول جمالك هبشني وسلم علي والبت بيضة وبص على الحلاوة وبتناديني تاني ليه، طب ما الأغاني تسمعنا الاول، الفولكلور بتناديني تاني ليه؟ بتناديني تاني ليه، اتفضل بتناديني يا تاني نيل، ليه. اتفضل. يلا يلا حبيبي حبيبي. بتناديني تاني ليه، انتي عايزة مني ايه؟ بتناديني تاني ليه، انتي عايزة مني ايه؟ ما انتي خلاص حبيتي غيري، ما انتي خلاص حبيتي غيري، اروح للي حبتي، اروح للي حبتي. طب انسى غدرك والقاسية، ولا حب اللي راح ضحية؟ انسى غدرك والقاسية، ولا حب اللي راح ضحية، ولا الغريب اللي بدتيه عليا، الغريب اللي بدتيه عليا؟ هنجرح في بعضينا ليه، وروحي للي حبتي، هنجرح في بعضينا ليه، وروحي للي حبتي. يا نا من عيونك السرحانة، يا نا من عيونك السرحانة، أنا قلبي ولا ناقص خيانة، قلبي ولا ناقص خيانة، هنجرح في بعضينا ليه، والروح للي حبتي، بتناديني تاني ليه، انتي عايزة مني ايه؟ ما انتي خلاص حبيتي غيري، ما انتي خلاص حبيتي غيري، روحي للي حبتي. الله عليك يا نجم، حبيبي الله حبيبي عليك والله يا نجم، حبيبي انت نجم جميل حبيبي، ربنا يخليك بجد. انا مستمتع بالحوار معاك، حبيبي ومستمتع بفنك الجميل، حبيبي الفن الصعيدي، الاصول، الرجوله، طبعا الجدعنه، طبعا ربنا يخليك يا رب. عاوزين برضو نعرف بقى بدايتك في المسلسلات والافلام والسينما جت ازاي، وايه اللي حصل فيها بالظبط؟ والله انا كنت شغال طبعا في الافراح والحفلات، وطبعا احنا في ممكن وارد في اي فرح بتلاقي فيه مخرج قاعد، حد منتج بيبقى موجود، فحد شافني يعني وانا في فرح وكده. فاول مسلسل شاركت فيه كان بتاع الاستاذ مصطفى شعبان، دكتور امراض نسا، والحمد لله المسلسل نزل وبقى له فتره وكده، والناس شافتني كتير وابتدت الدنيا بقت احسن واحسن واحسن. عملت شارك فيه كان المسلسل بتاع استاذ مصطفى شعبان، وبعد كده ربنا كرمني بفيلم 30 فبراير استاذ سامح حسين والاستاذ ايتن عامر، طلعت كنت بمثل فيه كده يعني حته كده في الفيلم، وغنينا اغنيه برضو. وربنا كرمنا برضو بلقاء مع الاستاذ محمد رمضان والاستاذه بوسي شلبي على قناه النهار، تكريم بتاع مسلسل حبيشه، كنت طالع بالفرقه بتاعتي بقى فيه. يعني انت لو طلب منك تمثل بتمثل؟
والله دي حاجة عندك الحتة اه دي. يعني دي حاجة بتاعت ربنا، انا ما بجريش ورا التمثيل، يعني انا ما بجريش ورا التمثيل، ادي الغنى لان انا بادئ في موهبتك الغنى وشغلك وبحب الغنى، دي الحاجة اللي انت فلو بتكافح تعرض شغلك. على اي حاجة في التمثيل وفي حاجة من عند ربنا دي بالتوفيق ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. ممكن في يوم من الايام اشوف عمرو ابو زيد بيغني مهرجان ولابس بنطلون وسلسلة والحاجات لا دي. ده انا اتضرب بالنار، تضرب مهرجان بالنار، وسلسلة حلوة وحاجات تضرب مقطعة، بالنار دي دي. ما ينفعش، احنا صعايدة ما ينفعش عندنا الكلام ده بالنهار على طول. طب افرض جالك مشهد لا تمثيل. لا والله لو جالي مشهد بملايين الدنيا اللي انا اطلع اعمل مهرجان وبنطلون مقطع والكلام ده ما ينفعش. الجلابية لا بس. لا لا احنا صعايدة وما ينفعش عندنا الكلام ده، مفيش احنا في الكلام ده. اصول وتربينا عليها ورجولة، لازم انا حاجة صعيدي يبقى انا في الصعيد، ما البسش انا بقى مقطع وسلاسل واعمل مهرجان وبتاع، لو استحالة. كنوز الدنيا ما اقدرش، ده طبعا بعد احترامنا طخ لأي بالنار. حد لا يعني، لا كل واحد وليه كل شكله. واحد ليه لونه وليه شكله، المهرجان بتوع المهرجان ليهم لشغلهم وبتاع، لكن احنا كناس صعايده واحنا اصول وتربينا على الاصول والكرامه، ما اقدرش اعمل حاجه مهرجان ولا اي حاجه، ما اقدرش، ما غنيهاش خالص خالص. ايه رايك في قرارات استاذ هاني شاكر الاخيره ديت بالنسبه للمهرجانات؟ والله بص يا استاذ هاني شاكر، هم ربنا يكرمهم ويوفقهم اللي هم اغاني المهرجانات، بس هي هو بيتكلم على الالفاظ والكلام اللي هي الخارجه في المهرجان، لكن هي تيمه، وهي في تيمه جديده شغالين عليها والناس حبتها وبياكلوا بيها عيش، بس هو بياخد قرارات في الحاجه الصح. يعني انا النهارده لو جيت قلت حاجه خارجه انا ما اقدرش اعملها طبعا، يعني انا ما اقدرش اقول اي حاجه، ولو جيت انا عملت اغنيه وهو قال في الاغنيه دي كذا واداني قرار، امشي على القرار اللي هيقول عليه، احترم نفذه. النقابه وهمشي على الكلام اللي هو هيقوله، لكن هو بقى بياخد قرارات صح وماشي في كلام صح، ده النقيب طبعا وامير الغناء العربي واي حد بيروح يمتحن في النقابه هو بيبقى موجود في يعني الامتحان. بتأيد اه قراراته طبعا وبتأيد طبعا كل ما حاجة. نقدرش نقول لا، لان ده يعني حاجه قيمه وقامه لينا وامير الغناء العربي، طبعا وطبعا تحية، تحياتنا كلها طبعا طبعا للأمير الاستاذ العربي هاني الأستاذ شاكر شاكر. واعضاء النقابه كلهم اخواتنا وحبايبنا، هو طبعا بيبقى فيه قرار هو واخده مش هياخد حاجه طبعا في الغلط، لان هو راجل طبعا قيمه وقامه، بيفهم في الفن وعارف الحاجات ديت، وراجل يعني اسطوره في نخرج طبعا. نخرج من جو حبيب المهرجانات حبيب وجو حبيب الكلام حبيب الكبير حبيب ده، حبيب، ونسمع حاجة تاني. نسمع حاجه تانية، يلا نقول يلا سلم عليا، يلا يلا يلا. وسلم علي سلم علي لما قبلني، وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي. فايت العروسة في جنينة، الورد قال لها يا زينة، فايت العروسة في جنينة، الورد قال لها يا زينة، لون الخدود زاهي علينا وحبيبي سلم علي سلم علي لما قبلني، وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي. يلي وجودك ويايا نساني تعبي والشقايا، يلي وجودك ويايا نساني تعبي والشقايا، قومي يا حلوة وغني لي مواويلي سلم علي
سلم علي لما قبلني وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي وسلم علي سلم علي لما قبلني وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي. الله عليك يا نجم حبيبي حبيبي استاذ محمد حبيب. عاوز اعرف الناس اللي موجوده حاليا يعني انت كنت بتسمع مين؟ كنت بتسمع مين قبل ما تبدا ولما بدات؟ مين اللي بتستمتع برضو من نفس الفلكلور او الطريقه بتاعت الاغاني الصعيدي والفلكلور الشعبي الجميل ده كنت بتحب تسمعه او تتعلم منه؟ يا انا كنت بحب بيومي المرجاوي وفي حفني احمد حفني الناس اللي هم الصعايده القدام وفي كنت بحب اغاني فاطمه عيد قوي يعني دي اغانيها طبعا جميله والناس بقى اللي بتاعت الفلكلور زمان في ناس كتير يعني في ناس كتير احنا كنا بنتعلم منهم ونسمع الاغاني بتاعتهم وتربنا عليها يعني هي الصعيد فيها كتير انا عارف كتير فيها كتير, كتير. دايما الصعيد بتجيب لنا الناس الحلوه اللي زي عمرو حبيب حبيب ربنا يخليك حبيب حبيب تحب تسمع فاطمه عيد طبعا طبعا اغانيها بص يعني هي الاغاني بتاعتها غير الاغاني الشباب ليها اغاني واللي هي بس هي ليها حاجات كتير كنا بنسمع لها وبتعمل حاجات للعريس والعروسه والحاجات اللي هي القديمه دي بس كل واحد ليه لون يعني انا طالع طبعا الدنيا بتتطور بقى أنا فاهم آه, 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 اه ايه اخر اغانيك الجديده والله انا كنت عامل اخطر جمال في العالم وكتاب الرجوله اللي احنا فتحنا بيها بس انا نزلتها يعني ننهي بيها مع الاورج حبيب 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 يعني. حبيب وطبعا انا عملتها ونزلتها على اليوتيوب بس لسه ما صورتهاش هتصورها قريب ان شاء الله هنصورها ان شاء الله قريب ان شاء الله انت بتنتج اغانيك عمرو ولا لا انا اللي بنتج لنفسي الاغاني كلها الاغاني كلها انا اللي بنتجها والشغل بتاعي كله انا اللي بنتجه يعني سمعنا حاجه من الحاجات الجديده بتاعتك نسمع اخطر جمال في العالم يلا ماشي يلا حبيبي هي اخطر جمال في العالم اجمل عيون في الدنيا اخطر جمال في العالم يا اجمل عيون في الدنيا كل الكلام ده يا هانم انا عايز اقوله بثانية يا اخطر جمال في العالم اجمل عيون في الدنيا كل الكلام ده يا هانم انا عايز اقوله بثانية يا روح ما بعدك روح النظرة ترد الروح يا روح ما بعدك روح ودي نظرة ترد الروح يا بوي عليها دي كيف الجمار جمالها لوحده ينطك حجار يا بوي عليها دي كيف القمر جمالها لوحده ينطك حجار يا بوي عليها دي ليها العجاب بجرب عليها بحس بخطر دي نانسي في جمالها ما تعمل كده وهايفة في دلالها ما تتجل كده دي نانسي في جمالها ما تعمل كده وهايفة في دلالها ما تتجل كده كان قلبها يوقف وربك سطر واه يا بوي واه يا بوي ابويا بوي بويا 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 بوي دايخ عشان بقالي سنة وانا واخدها واسافر جنا دايخ عشان بقالي سنة وانا واخدها واسافر جنا واكتب كتاب انا تحت المطر فاهم وواعي وعندي نظر حكاية يا بوي عينيها التنين وجامدة يا بوي عليا اليمين حكاية يا بوي عينيها التنين وجامدة يا بوي عليا اليمين أصيلة يا بوي كمان بنت ناس وولدك يا بوي كمان حلو وزين يا روح ما بعدك روح النظرة ترد الروح
يا روح ما بعدك روح ودي نظرة ترد الروح. يعني بسم الله ما شاء الله لا في وحدة صوت ولا في مكسر. بسم الله ما شاء الله. انا مش همبر عليك. لا والله حبيبي استاذ محمد حبيبي. بسم الله ما شاء الله. انا مستمتع والله فعلا ربنا. وانا سعيد والله اللي انا معاك استاذ محمد والله والجمهوريه اونلاين والله العظيم صفحه جميله وناس محترمه وانا سعيد والله العظيم اللي انا معاك والله استاذ محمد والله. يعني فعلا الكلام اللي بيتقال ان عمرو بيطلب مبالغ في افراحه وفي حفلاته ده ما فيش حقيقه. لا ما فيش الكلام ده. لا لا يعني واحد قال لك تعالى ما بتقولوش لا انا هاخد كذا. لا 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 ما فيش الكلام ده. لا 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 ما فيش الكلام ده مش صحيح خالص مش صحيح. لا لا خلي بالك انا معايا فرقه موسيقيه 35 موسيقي ده غير الاستعراض وغير الفولكلور. للاسف احنا ما عرفناش نجيب الفرقه انت عشان في بسم الله ما شاء الله حبيب عندك شغل حبيبي ربنا ربنا يخليك حبيبي. وانت وعدتني حبيبي اقرب مناسبه. ما انا قلت والله يعني اليوم اللي انا يعني عشان عندي شغل قبل الشغل نطلع لايف بعد كده ربنا يكرمنا. طبعا طبعا بالفرقه كلها طبعا بالفرقه كلها ان شاء الله نطلع. حاجه هديه منك لمشاهدي ومتابعي الجمهوريه طبعا 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 نعمل لهم سهره فنيه بالفرقه كلها بتاعتي وانا تحت امركم والله باذن الله حبيبي. انا بحييك بجد على الصوت ربنا يخليك بحييك على الموهبه الجميله. وفي بقى انا استاذنك في حاجه كمان مشاهدي الجمهوريه اونلاين اي حد فرحه قريب هيبقى ليه خصم مني طبعا بعد اذن استاذ محمد لكل مشاهدين الجمهوريه اونلاين يبعتوا على الصفحه والناس فرحهم ليهم خصم وانا تحت امرهم ولو حد معهوش كمان فلوس نروح لهم افراحهم. وانا اضمن معاك حبيبي طبعا طبعا والله. سيدي جدع راجل محترم اعرفه من فتره حبيب كبيره اخويا كلمته سيف طبعا كلمته واحده طبعا طبعا السعيد فعلا الجدعنه ربنا يخليك بجد يعني ربنا يخليك يا رب يكتب لك الخير كله حبيب ويوفقك في اللي جاي حبيب. انت فنان جميل بتقدم فن تحفة ربنا يبارك لك يا استاذ محمد صوت قوي حبيبي ربنا يخليك. فان شاء الله اللي جاي كويس حبيبي. قبل ما نخلص لقائنا دوت مش هينفع نخلصه من غير ان نبقى صعيدة ونغني لابو سعيدي ما يخافش حبيبي. هنقول في الصعيد علمونا ان الرجوله مش كلام. نقول موال كده عشان الناس تسمع برضو اللي احنا بنقول موال. يلا ومعاك تحت امرك وكل مشاهد الجمهوريه والله. لا انا معاك انت عندك شغل حبيب يعني حبيب 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 الله ايوه الله في السعيد الله عليك علمونا ان الرجوله مش كلام في السعيد فهمونا معنى كلمة احترام فسروا لنا يعني راجل تمام الشهامة احنا ناسا احنا عنوانا واساسا ارضنا بتطرح رجولة وربنا سينا وحارسا ربنا انعم علينا شبعانين باللي في ايدينا عمرنا ما بنطاطي راسنا حتى لو داجت علينا احنا الصعيدة وستنا السابية قبلنا احنا الاصول احنا الكرم والجدعنة اللي اشترينا بروحنا نشتري
واللي بيعادينا ما بنغلبش فيه، ده اللي اشترينا بروحنا نشتري، واللي بيعادينا ما بنغلبش فيه، لنا كلمة ولنا هيبة وفي بلدنا الكذب خيبة، لنا كلمة ولنا هيبة وفي بلدنا الكذب خيبة، عالرجولة شبعتنا عمرنا ما نبقى بعيبة، سلو بلدنا الرجولة والغدر ما نعرفوش. واه يا خلقي هو طالع لابوه، يا خلقي هو طالع لابوه، السعدي دايما ريس عشان متربي كويس، السعدي دايما ريس عشان متربي كويس، مستشار محامي ودكتور طيار وظابط ومهندس، ويا بت جمالك هبشني والهبشة جت في العباية، رمان خدك روشني خلى فطوري عشايا. ولا حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب، ولا حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب، اوعك تقول للندل يا عام، اوعك تقول للندل يا عام، لو كان على المهر راكب، ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي، عيني ليلي يا ليلي يا ليل، ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي، عيني ليلي يا ليلي يا ليلي. والله والله يعني من احلى اللايفات اللي عملتها حبيبي، انا بحلف لك بالله حبيبي حبيبي، انت حد محترم، ربنا يخليك يا رب. الصعيد فعلا هي دي الصعيد فعلا، ربنا طبعا تحيه كبيره لاهلنا وناسنا الصعايده كلها، كل راجل صعيد تحيه خاصه صعيدة. تحيه لمصر كلها صعايده وفلاحين وكل حاجه يعني واتنا. انا بحييك على في الكلور الجميل اللي انت بتقدمه حبيبي. بس انا عاوز اعرف انت يعني ساعات بيحصل اكيد معاكوا حاجات، مواقف اثناء شغلكوا اثناء بيبقى فيها مواقف صعبه كتير، ده لما نكون مثلا يعني اكيد بيبقى عندنا مثلا فرحين في يوم واحد، بتعمل ايه في ده؟ ده بيبقى بص انا يعني انا اليوم اللي بيبقى عندي فيه فرحين او 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 ثلاث افراح وكده، ببقى انا يعني نازل من البيت هم وتركيز الشغل ده كله يطلع، الفرح ده زي ده زي ده كله يطلع واحد والناس كلها تتبسط، ما تاثرش من الاولاني طبعا عشان الاجهاد وعشان انت ساعات بتخش تلاقي فرح فيه ناس بتبقى كلها يعني شباب عايزه تسمع اغاني، وفي ناس في قاعده في الفرح صعايده وناس كبيره عايزه تسمع اغاني الفولكلور، انت بتركز في ده قبل ما تغني؟ ما انت بتخش انت ما تبقاش محضر هتغني ايه، لا لما بتشوف الناس في الفرح، ما انت بتخش الفرح بتشوف الناس عايزه ايه. يعني انت انا لابس جلابيه وراجل صعيدي وبغني صعيدي، بيبقى اكيد اللي جايبك في الفرح العريسه صعيدي، يا العروسة صعيدية، يا أبو العريس أو أبو العروسة، هو مختارين حد نمرة في الكلور في الفرح بيحبوا الأغاني التراث الشعبي بتاع زمان. وبتلاقي كمان في شباب عايزة ترقص، فأنا بعمل إيه في وسطي، يعني في وسطي وأنا بغني بخلي المزيكا اللي معايا هي اللي ترقص، لكن أنا ما أقولش أغاني اللي هي بتاعت الشباب، بقول الأغاني بتاعتي برضو، بس بخلي وأنا في وسط الأغنية بخلي المزيكا عنده والفرقة هي ترقص الشباب دي، ما زعلش حد يعني، الناس الكبيرة تسمع الفولكلور والشباب تسمع ويرقصوا برضه على الفرقه عندي. دي بتبقى من الحاجات اللي بتاخد بالك منها قبل ما بتبدا شغلك. يعني.
حبيبي ونرضي كل الناس يعني. حبيبي ربنا يخليك، الناس المحترمه حبيبي يا استاذ محمد، ويا ربنا يوفقك ويجيب لك الخير كله حبيبي حبيبي. وزي ما وعدتني انا هستنى ان احنا هنعمل سهره جميله ان شاء الله، ان شاء الله قريب قريب بالفرقه كلها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وقبل ما ننهي اللايف انا هسيبك انت تنهي معاهم بالاغنيه اللي بدانا بيها كتاب الرجوله. حبيبي حبيبي سامح، عازف الاورج ده اخويا وحبيبي معايا بقى من ساعه ما بدات يعني، استاذ سامح معايا من ساعه ما بدات. حبيب حبيب ماشي، يلا يلا حبيبي يلا يلا. يا اللي كتاب الرجولة اسمك عليه عنوان، يا راجل من الطفولة يا مجدع الجدعان، انت اللي منك خلصانين اصل الاساس عندك متين، دورت بين الناس بحالها ملقتش زيك موجودين، عالارض راسك فوق يا ابو الاداب والذوق، يا منبع الاخلاق يا صاحب الكلمه، قلبك تملي نضيف ومالكش في التسقيف، عمرك ما خنت العيش والملح والنعمة، يا معلمة يا مريسة انت المدير في المدرسة، يا معلمة يا مريسة عندك رجولة مركزة، عم الاصول والاحترام مالكش في السكة الحرام، ظابط كلامك عالميزان الفعل ما يقلش جرام، يا معلمة يا مريسة انت المدير في المدرسة، زيك انت ما شفتش لا شهم وابن حلال على حق، مش بغنى عليك ولا طبل ده انت تعجب كل الخل، ماشي صح وفي المظبوط في مش معدول بتشوت، كفاية لما بتيجي سيرتك كله بيها يكون مبسوط، يا معلمة يا مريسة انت المدير في المدرسة. حبيبي يا استاذ والله حبيب. وانا كنت سعيد جدا ان انت معايا، ربنا يخليك، شرف ليا والله. ان شاء الله نتقابل في لايفات ثانيه باذن الله، ومتعنا باغاني الصعيد الجميله وبالفولكلور بتاعك الجميل دوت. بشكرك جدا يا عمرو. حبيبي يا استاذ محمد حبيبي حبيب. مشاهدي متابعي الجمهوريه اونلاين، كان معانا طبعا المطرب الكبير عمرو ابو زيد، احنا بنشكره ان هو متعنا باغانيه الجميله ديت، وبنشكركم على المتابعه والمشاهده، شكرا لكم. حبيبي يا استاذ.